نبداو على بركة الله كنعاود هاد التمارين هاتو بالنسبة للناس اللي بداو معايا في العرض راني دونك هاد التمارين درتهم باش نصحو معاهم اللي بغا يشارك معايا في العرض ديال التفوق والنجاح سيفط ليا ميساج في في النمرة اللي غنحط ليكم في التعاليق ولا اللي كاينة بس كاينة في بارتو النمرة ديالي دونك هذا راه بالعربية الناس اللي مشاركين معايا بالعربية نفسو حتى نصحو معاكم غير ما طبعتوش نحطو قدامي ونشرحو هكا وهكا مهم نفس الأسئلة نفس الأجوبة في كل شيء إذا دابا خصني نعلمكم الطريقة كيفاش أول حاجة خصنا نتفاهمو عليها هاد التمارين اللي صايبت هما تمارين جديدة يعني ماشي خصني من الدرس الأول نعلمك كيفاش دير لانفونتير ديال ديال لي دونك نعلمك يعني كيفاش جرد المعطيات يعني نعلمك كيفاش تقرا مي بيان لان الا ما عرفتيش دابا يجي في الدرس يجيك صعيب دونك نتمنى انكم تفهموا معايا مزيان وتشوفوا الطريقه اللي كنخدم بها لا ميثودولوجي غير طبقتوها غتوليو مزيان في الشيمي لان الشيمي سهله خاص تكون غير كتعرف تطبق وتكون عندك ان ميثود افيكاس دكا دو على بركه الله اونيتي ديال لا رياكسيون دوكسيدون ريديكسيون دلاسيدوكساليك خاصة خاصها تكون عندكم ثقافه ديال فلوريسون ديال الملونات بحال دابا هذه يكون عندي فلوريسون غنسطر عليها دونك هنا غندير لوكسيداسيون يعني, 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 يعني هنا غادي نوكسيديو سوليسيون ان كولوري يعني هذا عادي اللون باغ ليون امينو كاتر موا يعني هذا غيت اوكسيد يعني هذا يكون غيديكتور هذا غيكون اوكسيد دونك لوكسيدا او ميليو اسيد ضروري هنا ميليو فيوليت على انستون او ميلونج ان فوليم دابا هنا كيفاش كندير لانفونتير كندير بعدا اول حاجه

سي ان اللي هي عشرة أس ناقص تلاتة مول لتر موان زاد ديال من ديال بيرمونغانات هو كا بليس ام ان او كاتر موان هادا لا سوليسيون يعني جبت المعطى الأول مع من غير غياجي مع واحد فوليم هنا لاسيديفي باغ لاسيد سولفيغيك في يعني محمد عن طريق حمل كبريتيك فوليم عشرين ميلي لتر ها هو نكتبها حتى هي كندير لها بحال في دو فان ديالو هو خمسة في عشرة ناقص مول باغ هذا ديال اش 2 سي دو او ها هو لاسيد اوكساليك ها لاسيد اوكساليك ها, اوكسالي. ها, اوكسالي. ها, اوكسالي. ها اوكسالي. يعني انا دابا التمرين حكمتو شي اون لي دوني تمرين كيتحكم يعني ما عمرو غادي يخربق معاه ايكري لي دومي ايكواسيون كيميك بور شاك كوبل داكو حنا عش عرفنا دابا عطاوني لي كوبل لي كوبل هما هادو نمشيو ام ان او 4 موان ام ان دو بليس والكوبل الثانيه هي سي او 2 اللي تفرج في الفيديو الاول غادي يشوف هادشي درناه اوكي تبعو معاه دابا هما قالنا في ليكزيرسيس راه هذا اللي غيتاكسيدا اسيدي بلا ما يقولوا ليا ها هو قال لك راه غياج هذا غير مع هذا اذا راه هذا مع من غيغياج مع هذا هذا اش غادي طرا ليا طرا لي, لي غير ديكسيون يعني هنا اختزال وهنا هذا غطرا لي اوكسيداسيون اكسدا مزيان دابا خصني نصايب لي دومي ايكواسيون إكو... هي ام ان او كاتر موان مع ام ان دو بليس مزيان هذه هي زائد ربعة اش توزو لأن عندنا ربعة. في ربعة هي 8 هي 8 اش بليس هنا 8 هنا عندنا واحد 8 حيد منا واحد 7 وهنا جوج دونك غادي نزيدو 5 هذا غطرالي لي اوكسيداسيون غندير هو اش سي او 4 غيعطينا سي او 2 هنا عندنا جوج نضرب هنا بجوج وغنزيد جوج اش بليس زائد جوج الكترا مزيان ودابا غادي نمشيو ليكواسيون بيلون انا دابا عندي هذا خمسة وهذا جوج دونك هنا غنضرب فوا سانك وهنا غنضرب فوا 2. مزيان دونك غتولي هي جوج ام ان أوكاتر بليس جوج تمنية هي ستاش اش بليس راه كنضرب هذه هنا وهذه هنا وهادي هنا الالكترون ما زائد خمسة اش دو سي دو غتعطينا جوج ام ان دو بليس زائد عشرة سي او دو. انا كنخلي الاخرى زائد عشرة اش بليس. زائد تمنية اش دو زو عندي هنا ستاش وهنا عندي عشرة دونك باش نيكيليبري ستاش نحيدو منها عشرة اذا هنا غتبقى ستة وكانت هنا ستاش وهنا عشرة هنا غتبقى ستة دونك هنا غتبقى دو ام زائد 6 اش بليس z h 2 H2C2O4 2MN2 plus z CO2 z 8, h 12 donc à dit l'équation bilan d'ion. La question de où calculer la les quantités de matière initiales. أحسب كمية المادة البدئية ديال ام ان هو او مزيان انا كنعرف بلي كمية المادة البدئية ديال ام ان او التركيز البدئي ديال ان في مزيان في في لان حاضرة هي في معايا دقة دقة دابا انا ام ان كاتر موا عندي المعامل هنا واحد اذا غندير هي سي واحد فو في واحد ما حتى مباشره ولكن كون كانت جوج هنا غديروا غد جوج سي آن في دونك غادي هي عشرة أصناق في عشرين وهاد عشرين شنو ميلي يعني ملليلتر غنضربها في عشرة أوس ناقص تلاتة هانت وليداتي راه لاتر. باش نحولو لللتر راه هو عشرة أوس ناقص تلاتة لاتر. والميكرو لاتر مثلا باش نحولو للتر راه هو عشرة أوس ناقص ستة مهمة ولا كان عندنا سنتيمتر مكعب راه هو كنحولو في عشرة أوس ناقص تلاتة لتر كان عندي المتر مكعب عندي اللتر مثلا بغيت نحول المتر مكعب هي عشرة أس ثلاثة متر مكعب هادو مهمة في الحجوم مزيان هادو تحويلات مهمة إذا غادي نحسبها غتعطيني هي جوج في عشرة خمسة مول نحسبو إن ديال أش دو سي دو بنفس الطريقة لأن عطاوني هي سي دو فو في V2 هي خمسة في عشرة أوس ناقص تلاتة في عشرين في عشرة أوس ناقص تلاتة مزيان هي عشرة أوس ناقص ربعة مول هنا كمية المادة عطيتكم تحويلات يعني الحوايج المهمة غنمشيو معاهم ثلاثة دغيسي لو طابلو دافونسمو أنشئ الجدول الوصفي للتقدم دونك هنا نكتبو المعادلة ديالنا اذا هنا غنديرو ثلاثه الحالات نا. نا. <applause> هنا غادي نقسمو هنا اش بليس و اش دوزو اون اكسي وفيرين دونك هنايا اكسي يعني بالعربيه وفير هنا اش دوزو حتى هو اكسي يعني هنا وفير هنا حالة بدئية إيطا إنيسيال إيطا إنترميديار إيطا فينال هنايا زيرو إكس إكس ماكس أنا هاد كمية المادة ديال أمينو كاتر مو غنسميها إن واحد وهذه غنسميها إن جوج وهذا عندنا زيرو زيرو لا باش نسهل راه ان واحد هي هذه وليداتي غير باش نكتبها نحاول نقتصر وهذه كميه الماده ان جوج هنا ان واحد ناقص جوج اكس وهنا ان جوج ناقص خمسة اكس وهنا جوج اكس وهنا عشرة اكس هنا ان واحد ناقص جوج اكس ماكس وهنا ان جوج ناقص خمسة اكس ماكس وهنا جوج اكس ماكس وهنا عشرة اكس ماكس مزيان إذا هذا الجدول نوصفه الجدول التقدم Le réactif l'émettant. Donc, le réactif l'émettant. Maintenant, la méthode des 15 termes, c'est une méthode facile, fiable. Maintenant, il s'est la question 4, en supposant que le réactif l'émettant, I, au titre de l'homme, est une méthode directe. كنشد <applause> انا مباشرة كنحسب لافونسمون المرة الاولى غادي نفترضو هذا ال ال البرومي اس بي ام ان او كاتر موان ولا غياكتيف لي لاخر علاش غنديرهم بجوج غنحسب اكس ماكس ديال كل وحدة ونقارنهم حيت انا سي بوزيت كو لو هداك لا غياكسيون هداك لين دو غياكتيف اي ليميتون دونك هنا الطريقة ديالي ساهلة كنشد كندير الا حليت هاد ليكواسيون كندير هادي ناقص هادي كتساوي صفر اسيدي انا عوض نبقى نضيع الوقت كنشد هادي وكنقسمها على الكويفيسيون كنقسمها على المعامل ثاني فاش نحسب اكس ماكس ديال هادي كنشد هادي على المعامل هاكا اذا غتولي عندنا هي اكس ماكس واحد كتساوي كمية المادة رقم واحد على المعامل لي جوج وكمية المادة رقم واحد راه هي جوج فعشرة آه هي جوج فعشرة آه أس ناقص خمسة على جوج

لا كومباريزون داكو غنشوف الصغير عندي هذا مع هذا دونك هنا كنقارنوا بعدا اول حاجه ليكسبوزون كنقارنوا الاس هنا عندي عشرة ناقص 5 عندي هنا عندي واحد اذا هذا صغر من هذا اذا هذا هو اللي غادي ندير هنا انا ولا اكس ماكس واحد هي ديال 4 months. صغر من إكس ماكس دو دونك لو غياكتيف ليميتون إي إم إن أو كاتر موان داكوغ هو المتفاعل هو إم إن أو كاتر موان هو لي غيسالي اللول على لافونسمون إكس ماكس لافونسمون ماكسيمال التقدم الأقصى هو أصغر قيمة لا بتيت فالور لي هي هادي ماشي أكبر قيمة هي لا بتيت فالور لي هي واحد في فعشرة أس ناقص خمسة مول اذا هذا هو اكس ماكس ديالنا مزيان دابا غادي ندخلو ليكسبلواتاسيون ديال لي استغلال المبيانات دابا خصني نعلمكم كيفاش تولي تخدم ميبيان ديال تجربه هنا لا كوف سي كونط ريبريزونت ليفولوسيون تمبوريل دلافونسمون اكس هاد مبيان كيبين تغيرات التقدم دلاله اكس هنا قالك ديتيرمينِي غرافيكمون لا فالور د لافونسمون فينال اعطي قيمه التقدم النهائي لان اكس ماكس هذه قيمه نظريه ولكن هذه قيمه تجريبيه داكو انا فينا هو لافونسمون ماكسيمال هي القيمه اللي استقر في المبين حيت البيفان بقى غادي غادي, غادي 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 تطلع تستقر هنا اذا عنده الاستقرار هنا اذا هاد لا ستابيليتي هاد القيمه اللي وصل ليها هي اكس فينال دونك هو التقدم النهائي اذا انا غندير وغنكتب غافي مو يعني مبياني انا يعني من راسي رأيكس فينال تقدم نهائي هي عشرة ميكرو مول ده بنتو ما يخص نشوف وش هاد التحول كمل اخي مطلبوش مني هاد, هاد الميكرو كنعوضوها بعشرة وص ناقص ستة هي عشرة وص ناقص ستة مول

هذا السؤال غتلقاو في الوطني في الفروض حاولت نخدمو من من الطربه الاولى دونك السؤال هو هذا قال لك اعطي دوني لا كومبوزيسيون دو ميلونج هنا دوني لا كومبوزيسيون دو ميلونج ا لانستون 800 شوفوا ولدي فاش كيعطيوك هاد لا كيسيون كتمشي حتى لهاديك لانستون شوف راه اين فوا كتمشي لهاد لانستون كتجيب القيمه انا كمصحح كنعطيك ربع نقطه لانك وليت كتعرف تخدم مي بيان غنمشي ل 800 عندي هنا 200 400 600 800 هاد 800 شتو غنطلع وغندير لا بروجيكسيون عليها هي هاد القيمه يعني فاش غادي نوصل 800 سكون يعني لافونسمون غيتولي عندو هاد لا فالور مزيان هاد لا فالور شحال عندنا هنا خمسة اذا هنا خمسة قسم على جوج هي جوج ونص اذا الا كانت خمسة اش غتكون سبعة ونص نعاودها غنمشي لوي سون تمنميه و غادي نجبد إكس ماكس دي إكس ديالي اللي هي سبعة فاصلة خمسة علاش باش جبدت حيت عندي هنا خمسة هنا عندي جوج ونص إذا هنا جوج ونص خمسة سبعة ونص عشرة غنجي و غنكتب خمسة جوج و غندير غادي تحاولو تتبعو معايا لأن غتلقاوها بزاف غندير أتاي كتساوي تمنميات سكون عندنا إكس كتساوي سبعة فاصلة خمسة ميكرو مول حيت غرافيك مو هي سبعة فاصلة خمسة في عشرة أس ناقص ستة مول مزيان ودابا تبعو معايا شنو هي لا كومبوزيسيون لا كومبوزيسيون كتخدمو بالجدول الوصفي يعني الطابلو دافونسمون داكو هادي هي لا كومبوزيسيون تبعو معايا باش تفهموها مزيان نمشيو مع دقة دقة هنا حيت باقي ما حيت حنا ما وصلناش ليطا فينال يعني غناخذو ليطا انترميديا تبعو معاه لا كومبوزيسيون غنعطي شحال بقات في هذا وشحال بقات في هذا وشحال تكون في هذا وشحال تكون في هذا اذا هنا غناخذ ليطا انترميديا عفوا بغيت لا كونتيتي ديال ام ان او 4 موان هي ان انيسيال موان دو اكس داكوغ الا بغيت هنا لا كونتيتي د ماتيير ديال م ان او كاتر موان فواحد لانستون هي ان واحد ناقص دو x و واحد لقيتها دونك ديجا حاسبها هي جوج في عشرة وص ناقص خمسة ناقص جوج اكس اكس شحال لقيتها سبعة فاصلة خمسة في عشرة وص ناقص دونك في آلة حاسبة غتعطينا دونك حتى الآلة حاسبة خصكم تعلمو ليها دونك عندنا جوج في عشرة أس ناقص خمسة ها الأس باش كنديرو أنا بهادي إكس ناقص جوج في سبعة فاصلة خمسة في عشرة أس ناقص ستة دونك إلى هاد الكتابة هادي ممكتوباش علميا إذا غنورق على أو إن هي خمسة في عشرة أس ناقص ستة مول إذا تبقى منا الى مشينا الان ديال اش 2 او 4 في, في الحاله الوسطيه هي كانت في الاول عنده ان 2 من بعد ولات عنده n 2 ناقص خمسة اكس هي ان ناقص خمسة اكس و هي عشرة ناقص 4 خمسة اكس لقينا هي فاصلة ناقص ستة دونك غنحسبها ناقص ناقص خمسة سبعة فاصله خمسة في عشرة وس ناقص ستة دونك هي اثنين وستين. ستين دونك هذا غيبقى فيه هي اثنين وستين ستين فاصله خمسة في عشرة ناقص ستة مول. مزيان هادشي لي تبقى فيه لي تبقات فيه إلا خدينا إم إن دو بليس في اللول كانت عندها زيرو من بعد عندها دو إكس دونك إن ديال ام ان دو بليس هي دو زيكس اللي هي جوج بسبعة فاصلة خمسة في عشرة أس ناقص ستة القوة هي خمسطاش في عشرة أس ناقص ستة مهم إلا خدينا كمية لا كونتيتي ديال سي او دو شحال تفورما في الغاز هي عشرة اكس دونك هي عشرة اكس اللي هي عشرة بسبعة فاصلة خمسة في عشرة ناقص ستة غنلقاو خمسة و سبعين في عشرة و ناقص ستة مول هادي هي تركيب الخليط إلى تحطات لك في الفرد لقيتيها في التمارين في الوطني طريقة التعامل معاها مزيان دابا حد هنا مزيان نو ما فهمتوهاش غتصيفطو عليا وتقوليو سيدي ما فهمناش نعاودها معاك خمسة ثلاثة

اللي هي عشرة في عشرة أس ناقص ستة مول مزيان أنا بغيت لا كونسونطخاسيو اللي جاتي بغيت لا كونسونطخاسيو غادي نمشي وغادي ندير هي تبعو معايا الله يرضي عليكم لأن هاد الحوايج هما اللي تحطو في هاد الوطنيات الآخرين إم إن أو كاتر موان هي لا كونتيتي دماتير ديالو على الفوليم طوطال علاش تقولي يا استاذ علاش الفوليم طوطال راك انت دابا فلا لا رياكسيون وانت بما انك فلا لا يعني في التفاعل راه عندك حجم كلي الحجم ديال الاول زائد الحجم ديال التاني اللي هو وهذه الا مشينا للطابلو دافونسمون هذه هي ان واحد ناقص دو زيكس يلا درنا الفوق على في ان زائد في دو نعوضو هذه هي جوج في عشرة ناقص خمسة ناقص جوج في عشرة عشرة ناقص ستة في الفي ان عندنا هي عشرين و في هي عشرين و كامل نضربه في عشرة ناقص تلاتة هذه غتعطينا زيرو مول تقول لي زيرو أنت راه وصلت ليطا فينال و هو الغياكتيف ليميت راه هو او كاتر إذا المتفاعل الموحد شحال غيبقى عندو في الأخر زيرو إذا مشينا ل دوبليس هي لا كونتيتي ديالها على الفوليم طوطال اللي هي نلقاوها هي دو اكس على في اللي هي جوج في عشرة في عشرة ناقص ستة على ربعين في عشرة ناقص تلاتة دونك هي حتى لنا واحد على جوج تي انا راه كنحاول نخدم بالحساب على اربعين. هذه ناقص طلع الفوق تولي 10 حيت في الكونكورات الميتين ولا انسا ما كاينش كالكيل كاينه ولكن الميدسين الانسا ما كاينش كالكيل يعني تخدم العقل ديالك زائد ثلاثة. هذه هي واحد على جوج في ناقص ثلاثة. مول اذا نتمنى انكم فهمتوا التمرين إن هذا واستوعبتوا شنو حوايج جديده فيه هادشي كامل ان شاء الله غتشوفو معايا العام كامل في العروض بالنسبه للناس اللي كتفرجوا ليا فيديوهات ديالي ولا اللي كيعرفوني انا ان شاء الله غادي نصايب كتاب ديال الكونكورات ديال الميتين بالتصحيح ديالهم بلي تكنيك ديالهم وكذلك كتاب ديال لانسا ان شاء الله مصحح من 2013 ل 2023 بكل شيء لي فيزيك شيمي بليزاستيس وحتى لانسا المهم كل مدرسه لانسك حتى هي باذن الله دونك ان شاء الله غادي نبدا الكتاب غنحطو للبيع في شهر واحد دونك بارطاجيو هاد المعلومه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفكره اعانكم الله ندوزو للتمرين الاخر باذن الله